أرحب الآن بضيوفي الكرام من استوديو النيل بالقاهرة، الأستاذ طاهر المعتصم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، وتشرفنا كذلك من استوديو القاهرة الإخبارية الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. كما أرحب بضيفي الكريم من باريس الأستاذ إبراهيم مطر المحلل الأمني والسياسي. وأبدأ من استوديو النيل بالقاهرة حيث الأستاذ طاهر المعتصم. ما هذه الدقة يا أستاذ طاهر في الالتزام بالهدنة ثم اشتعال المعارك بعيد انتهائها مباشرة؟ يعني نفس الهدنة لم يمتد لدقائق بعدها يا سيدي. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين. دعنا ابتداء نقول أن الهدنة هي الأولى من نوعها التي تنجح في وقف حقيقي لإطلاق النار ضمن سلسلة من الهدن التي أعلنت في غضون السبع أسابيع الماضية، لكن حدوث بعض العمليات الاستفزازية من قبل قوات الدعم السريع مثل إغلاق جسر الحلفاية، وهو أحد الجسور المهمة الذي يربط بين مدينة الخرطوم بحري ومدينة مدرمان، ومنع المواطنين من العبور، كأن الأمر يشي بأن هناك اتخاذ لدروع بشرية من المواطنين. تحرك الجيش لتمشيط هذه المنطقة من أجل أن يكون العبور ميسر للمدنيين. الاستفزاز ربما أدى إلى ردود الفعل التي انطلقت مع الدقيقة الأولى لنهاية الهدنة. هذا في الحقيقة يبدو تفسيرا يعني يمكن أن يقبل، لكن هو يزيد المرارة لدى أهلنا في الخرطوم يا سيدي. دون شك المعاناة التي يقابلها المدنيين في الخرطوم هي الأسوأ من نوعها. المناطق التي ينقطع عنها التيار الكهربائي وينقطع أو تنقطع عنها المياه هي مناطق واسعة. عدم السماح بصيانة محطات الكهرباء والمياه، عدم الخروج من المستشفيات ومن مساكن المواطنين، إضافة إلى أعمال النهب والسلب التي تجري بصورة واسعة جدا لسيارات المواطنين لمداهمة بيوتهم، كل هذا يجعل الكثير من أهل الخرطوم ناغمين جدا على هذه المجموعة الدعم السريع التي تسيطر على هذه المنطقة تحديدا. لأن عندما يفقد الشخص كل ممتلكاته ويتم دخول منزله والاستيلاء على كل مدخراته، كل هذه أو سيارته أو غيره، تصبح الأمر أشبه بالغبن الشخصي. صحيح. تجاه هذه الجهة. صحيح. التي تسمح بالنهب وتسمح بالسلب. صحيح. أذهب الآن إلى الأستاذة نرمين سعيد في استوديو القاهرة الإخبارية. أستاذة نرمين، أحب أن أعرف ما لديك من معلومات بشأن تغيير الإدارة المصرية لإجراءات دخول الإخوة السودانيين. تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. يعني هو صدر قرار من السلطات المصرية بوجوب حصول يعني الإخوة السودانيين على تأشيرة من القنصلية المصرية في وادي حلفة قبل الدخول للأراضي المصرية من أي من المعابر. ويعني القرار جاء في سياق أن التزاحم نتيجة التزاحم وزيادة أعداد النازحين من السودان والفارين من الحرب هناك على المعابر المصرية أدت لحالة من التكدس، وتم استغلال هذه الحالة من قبل البعض لمنح أوراق وتأشيرات مزورة. وبالتالي القرار لم يكن للحد من أعداد السودانيين الذين يدخلون إلى الأراضي المصرية أو التقليل من أعدادهم، وإنما هو جاء في سياق ضبط المسائل والإجراءات الأمنية. يعني لأن تنظيم وليس تقييد.
بالضبط، لأن القاهرة يعني أو مصر بالأساس تستضيف يعني 5 ملايين سوداني يتمتعون يعني بحقوق كاملة في مصر، إضافة طبعا للأعداد الضخمة التي دخلت إلى الأراضي المصرية منذ اندلاع الأحداث في 15 من إبريل الماضي. وبالتالي نعم، هي إجراءات تنظيمية ولا تهدف بأي شكل من الأشكال لتقليل الأعداد المواطنين السودانيين الوافدين للأراضي المصرية عن طريق أي من المعابر. طيب، كانت هذه نقطة من المهم توضيحها. أعود بك الآن إلى تخصصك الدقيق. هل تقودك تأملاتك للتفاؤل بشأن إمكانية إنهاء هذا الصراع قريبا، وفي أي اتجاه ينتهي في رأيك أستاذة نرمين؟ يعني أنا أتصور تعقيبا على مسألة الهدنة الأخيرة أن الأمر الإيجابي الوحيد فيها كان تمكن المواطنين السودانيين يعني الراغبين في النزوح من منطقة الحرب إلى مناطق أكثر أمانا من تنفيذ هذا الأمر. أما يعني على الصعيد السياسي والعسكري فلا أعتقد أنها يعني تبشر بالكثير. أولا، هي الهدنة الأولى من نوعها التي تم إقرارها لمدة 24 ساعة، وبالتالي أنا أعتقد أن التزام الأطراف بها يعني لا يعد أمرا يثير التفاؤل. يعني ربما استغلتها الأطراف لالتقاط الأنفاس لإعادة ترتيب الصفوف. أما كل الهدن التي تم إقرارها قبل ذلك لمدة 5 أيام أو أسبوع لم تصمد حتى لساعات. ربما حتى صمدت هذه الهدنة لأن الأطراف يعني الوسيطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لوحوا بإمكانية تعليق المحادثات في جدة في حال تم خرق الهدنة، فضلا عن أن الولايات المتحدة لوحت بالمزيد من العقوبات وأن الهدنة مراقبة عن طريق الأقمار الصناعية وأن أي خرق الهدنة من أي من الأطراف سيكون يعني مرصودا. على الصعيد السياسي، لأنه مسألة الحسم العسكري ربما باتت يعني من طي النسيان، أعتقد أن الجيش السوداني والحكومة السودانية تملك أوراقا يعني سياسية تتمثل في أن الجيش السوداني كمؤسسة يعني لديه خبرة في التعامل مع العقوبات التي امتدت على مدى عقود في العهد الماضي، وبالتالي ربما هو أكثر قدرة على الصمود أمام تلك العقوبات. من ناحية أخرى، يعني الجيش السوداني يمتلك الشرعية ويمتلك الشعبية في الشارع السوداني. قوات الدعم السريع يعني ليس لديها خبرة في مسألة التعامل مع العقوبات، وبالتالي يعني ليست هناك معلومات دقيقة عن الفترة التي ستتمكن فيها الدعم السريع من الصمود أمام العقوبات التي يتم إقرارها من الجانب الأمريكي. من ناحية أخرى، كانت يعني الشرعية الوحيدة لقوات الدعم السريع هي أن تكون جزءا من القوات المسلحة وأن تندمج في الجيش السوداني. ومع سقوط الاتفاق الإطاري فقدت هذه يعني هذه الشرعية، ولم يعد لها يعني وجود، سواء بوجود حميدتي كنائب لمجلس السيادة أو حتى وجودها كجزء من القوات المسلحة السودانية. بالتالي أنا أعتقد يعني أن المسألة الأخطر منذ الثورة السودانية في 2019 كان السماح لهذه الميليشيا وهذه القوات بالتوسع وبالحصول على معسكرات تحيط بالخرطوم، صحيح، وبالحصول صحيح على مقرات للأحزاب، مكنتها في هذه اللحظة من الانقلاب على الديمقراطية في السودان، وبمنحها غطاء الشرعية، وهو غطاء يعني حتى وإن خلع عنها الآن أستاذة نرمين، إلا أنه كان من المحفزات التي جعلتها تقدم على ما أقدمت عليه. الآن أذهب إلى باريس حيث الأستاذ إبراهيم مطر المحلل الأمني والسياسي. أستاذ مطر، بينما يعاني السودانيون مر المعاناة، وبينما تزداد المعارك اشتعالا وكأن المتقاتلين يسعون لتعويض ما فاتهم خلال يوم الهدنة اليتيم، الأمم المتحدة تتعنت وترفض الطلب الرسمي السوداني بتغيير المبعوث الأممي للسودان، وهذا يراه الكثيرون انشغالا بسفاسف والتفاتا عن حقيقة المعاناة في السودان. يا سيدي، تحية لك ولضيوفك الكرام.
وعبر شاشتكم أحيي الشعب السوداني الأبي الصادق رغم الدماء والدموع، إلا أنه اليوم خرج مرحبا وبالزقاريط النساء ودموع الأطفال محيا أبطال القوات المسلحة. وهذه رسالة للجميع أن هذا هو الجيش الشرعي وهذا هو الدرع الوطن. بالنسبة لسؤالك، الأمم المتحدة تلعب بكروت للأسف الشديد. الأمم المتحدة من المفترض تكون هي منظمة أممية ونحن عضو فيها، نعامل كما تعامل الدول الأخرى، ليس هذا من أفريقيا أو الدول العربية أو أوروبا. خير مثال تعاملهم مع الأزمة الأوكرانية تعامل بجدية وانشقال يهمهم المواطن الأوكراني والأوروبي ويتجاهلون الآخرين. فيما يتعلق بقرار الأمين العام، أعتقد الأمين العام يعني جانا القواب، وحتى المتحدث الرسمي خرج بأنه هذا ليس من حقوق الدول، ومبعوثين الأمم المتحدة ومستشارينها وموظفينها محميين. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق في حالة الأمم المتحدة تمثل زيها زي بسفارة أو بعثة دبلوماسية تخضع لقوانين البلاد رغبة البلاد، ويمكن للدولة القائمة أنها ترفض مبعوث الأمين العام وتطلب استبداله وتقدم مبرراتها. الحدث الآن أن الأمين العام لأجندة شخصية ضيع كل تاريخه الدبلوماسي والمهني لأجندة تتعلق ب. والله يا أستاذ إبراهيم، كنا نتوسم خيرا كثيرا في هذا الرجل، يعني رجل يقف مع الحقوق العربية على طول الخط. لا أدري ما الذي حدث له. الذي حدث هو يرغب في تمديد دورته لدورة قادمة، وأيضا تعرف أن هذا الحادث في السودان حركته أيادي غربية، السفير الأمريكي أحد الذين حضروا هذا النوع، السفير البريطاني وعملاء السفارات الذين يسمون أنفسهم السياسيين أو الأحزاب السودانية التي ظهرت من رحم الغيب. هؤلاء الذين يحملون الجوائز الأوروبية ويديرون الدولة السودانية ويتلقوا مرتباتهم ونسرياتهم من الأجانب، كل هؤلاء استغلوا علاقاتهم وضغوطهم مع أمريكا ودول الغرب وضغطوا على هذا الأمين العام. وأنا أعرف شخص جيد جدا كان مسؤول من الشؤون القضية السامة لشؤون اللاجئين، وكان رجل يعني يبكي ويدمع عندما رأى مثل الكورس السوري تظاهر الأمواج على بحر إيجا. لكن كما قلت لك، هي هذه السياسة ولعبة السياسة، وعلى الذين يعملون في المنظمات الأممية القيام بدورهم بعيدا عن الضغوط السياسية. لو سمحت لي في نص دقيقة أرجوك فيما يتعلق بالقرار المصري اللي تكلمت عنه الأستاذ النربين. حقيقة أنا أقدر الدور المصري الجبار والوضع الاقتصادي والوضع السكاني، لكن السؤال برضو موجه لنفسه في الأمم المتحدة، أين منظمات الأمم المتحدة والهيئة الدولية والصليب الأحمر من هذه الكارثة؟ لماذا لم يتحركوا ويعبروا عبر الحدود وهناك منطقة دولية بين معبر حلفة ومعبر معبر أسوان يمكنهم أن يقدموا المعونات للعطشة ووضع الخيام للنساء والأطفال وتقديم بعض المساعدات حتى تحين فترة الفحص الأمني؟ نقدر الخوفات فترة الأمنية في منطقة مرتهبة وربما تخشى من تزوير بعض الناس لبعض الأوراق والتسلل كإرهابيين، لكن الأمم المتحدة اللي يجب أن تقوم بدورها كما حاليا ترفع العصا للسودان في موضوع فولكر وما وغيره، عليها أن تنتبه أن هؤلاء مواطنون لا ينقصهم اللون حقوق نفس حقوق الأوكرانيين. صحيح. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك ويساعد الدولة المصرية في إدارة هذه الأزمة. والله هذا تلكؤ يثير التعجب يا أستاذ إبراهيم. سأعود إليك سيدي الكريم. الآن أذهب مجددا إلى الأستاذ طاهر المعتصم في استوديو النيل. أستاذ طاهر، هل يمكن أن يبث فينا بعض الأمل حقيقة إنه مفاوضات جدة على الأقل ستبدأ، وإنه الطرفين الراعيين
لن ينسحب منها كما هددا إذا لم يلتزم بهدنة الساعات 24؟ في تقدير أنه مفاوضات جدة تمثل بصيص أمل لوقف هذه الحرب التي يدفع ثمنها المواطن السوداني أولا وأخيرا، الذي نزح إلى مدن أخرى، الذي هاجر إلى دول أخرى، الذي يعاني مر المعاناة. بالتالي مفاوضات جدة والاتفاق جدة الذي وقع الشهر الماضي فيه من النقاط ما هو جدير بالاهتمام، لكن دائما يكون التركيز على وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار دون أن تكون هناك آلية فاعلة على الأرض، هنا أتحدث عن مراقبة حقيقية عبر الأقمار الصناعية أو عبر المنظمات الوطنية في السودان، يصبح عدم وجود هذه الآلية مدعاة للتساؤل لماذا هذا الاتفاق والهدن التي فيه مرت لم يكن هناك آلية ولماذا نجح. لكن الجميع في السودان كما فهمت يا أستاذ طاهر يرفضون وجود قوات لحفظ السلام على الأرض السودانية، يعتبرون ذلك مساسا بالسيادة. وأنا أيضا أرفض، ولكن هذا لا يعني أن تكون هناك آلية من الطرفين، من القوات الشعب المسلحة ومن الدعم السريع ومنظمات مثل الهلال الأحمر السوداني ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني لتعزيز هذه الآلية مع استخدام الأقمار الصناعية، مع استخدام طائرات المراقبة. يمكن أن تفعل هذه الآلية، ليست هي بدعا جديدا أو لم تكن موجودة، ولكن وجودها هو المهم. الأمل يتجدد بعد نجاح هذه الهدنة أمس في أن يكون هناك مخرج من هذه الحرب اللعينة، ولكن في تقدير الشخصي أن الدعم مطلوب من قبل الاتحاد الأفريقي، من الدول الصديقة والشقيقة والدول العربية لتعزيز الوساطة السعودية الأمريكية. سأعود إليك سيدي الكريم ولعل الوقت يتسع لذلك. الآن أذهب مجددا إلى الأستاذة نرمين سعيد في استوديو القاهرة الإخبارية. أستاذة نرمين، الطرفان الراعيان لمفاوضات جدة وللهدنة التي انتهت لتوها طرفان، أحدهما قوة إقليمية يعتد بها والطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا يحتاج إلى وصف. كيف يعجز هذان الطرفان عن جعل المتصارعين في السودان يلتزمون بهدن أطول ويتوافقون على مثلا التوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية، ويعني كيف يعجزون عن الضغط في رأيك؟ يعني أنا أعتقد أن عدم وجود أوراق ضاغطة لدى الأطراف حتى وإن كانت قوة إقليمية كالمملكة العربية السعودية أو قوة عظمى كالولايات المتحدة، عدم وجود أوراق ضاغطة على الأطراف في السودان هو بند أساسي يعني من عدم تمكن الوسطاء في فرض هدنة أو فرض وقف إطلاق نار طويل الأمد، فضلا على أنه يعني سلاح العقوبات يعني كما يشار إليه على الدوام يعني تاريخيا لم يثبت نجاح في الكثير من الحالات، وبالتالي إذا كانت هذه هي الورقة الضاغطة الوحيدة لدى الولايات المتحدة فمن المعروف مسبقا أنها لن يعني تؤتي ثمارها على مسألة الوصول لوقف طويل الأمد لإطلاق النار. المسألة يعني في السودان أعمق من ذلك بكثير، أعتقد أنها يعني تحتاج توافق من الأطراف السودانية والاقتناع بأن الحل العسكري أيضا قد أثبت فشله في الكثير من الأزمات في دول إقليمية وعربية محيطة. من الذي يملك أوراق ضغط فاعلة في هذا يعني في هذا الملف تحديدا أستاذة نرمين؟
يعني حتى الآن لا أتصور أن هناك طرف سواء إقليمي أو دولي يملك أوراق ضاغطة يعني بشكل حقيقي على الأطراف في الداخل السوداني، وإلا كان من المفترض أن يتم توظيفها. يعني بعض الأطراف الدولية أحجمت عن التدخل لمصالح، وأيضا الأطراف الدولية التي تتدخل حتى الآن وعلى رأسها الولايات المتحدة هي تريد تحقيق مصلحة في السودان، ومصلحتها الآن هو وقف إطلاق النار، ليس فقط يعني حماية مصالحها في السودان، ولكن لمنع أطراف أخرى مثل الصين وروسيا من الوصول يعني مبكرا إلى السودان، خصوصا يعني أن روسيا كانت تستهدف أن تحصل على ميناء في بورت السودان، وبالتالي فالولايات المتحدة يعني متربصة لهذا الأمر. ومن ثم يعني فيعني الأطراف السودانية تحتاج لأن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية للدخول في المفاوضات التي تناقش الأمور السياسية والوصول لوقف إطلاق النار، يعني لأن السيناريوهات الأخرى للأزمة السودانية لا يوجد بها أي سيناريو يدعو للتفاؤل، يعني إما حرب تستمر لمدة طويلة ربما تصل لشهور أو حتى أعوام، أو إما الذهاب لسيناريو أسوأ وهو يعني نشوب حالة من الحرب الأهلية في السودان. وبالتالي يعني كل السيناريوهات البديلة عن الحل السياسي سواء كان في المباحثات في جدة أو يعني أي مبادرة تقدم من أي طرف إقليمي أو دولي، يعني كان هناك اجتماع اليوم في جيبوتي حضره الرئيس الجيبوتي والرئيس الكيني وكذلك سيلفا كير رئيس جنوب السودان وممثل عن الإيجاد، وبالتالي يعني أي مبادرة سواء من طرف إفريقي أو عربي أو دولي يعني ستكون متكاملة مع المباحثات التي تجري في جدة وتنعقد يعني عليها المزيد من الأمال في الوصول لحل سياسي للأزمة السودانية. لم يصلنا شيء عن مخرجات هذه القمة، لكن يبدو أن هناك سعي إفريقي وخصوصا من دول الجوار أستاذة نرمين لتحريك هذه القضية بعيدا عن النار، ولعلهم يفلحون. أستاذ إبراهيم مطر في باريس، كيف يتناول الإعلام الفرنسي الأزمة السودانية؟ هل ينشغل بها بأي شكل من الأشكال؟ للأسف الشديد يعني المجتمع الغربي ممكن في الأيام الأولى كان منشغل بالأزمة، لكن هم كل الدول الغربية لديها مشاكلها الخاصة، مشاكل الأزمات الاقتصادية، وكانت في بعض العملية بتاعت حادث طعن لاجئ سوري طعن بعض أطفال روضة أمام الشغل هذه الأيام الملف السوداني شيء في قائد عن الإعلام الفرنسي، وأيضا الدبلوماسية الفرنسية ما لم أرى لها تحركا، وأعتقد تنتظر في الرصيف حتى يفشل الفرنسي جدة في القيام بدورهم، وبعدها يمكن لبقية الدول أن تتحرك. في نظري، في وجهة نظري، في الشيء الوحيد الذي يمكن أن تبنى عليه الآمال هو كل المبادرات توحد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي دول الإيجاد، خاصة أن الوسيطين في جدة لا يملكون قوة الضغط على الحكومة السودانية، بالعكس الحكومة السودانية تمتلك قوة الضغط على الطرفين، لديها قوات السعودية، والسعودية إذا رفعت أي عصا يمكن للقوات المسلحة بسحب جنودها من الحدود السعودية اليمنية، أيضا الأمريكان، الحكومة السودانية لها قوة ضغط منذ عهد البشير، لديهم تعامل أمني على مستوى عالي استخباري في مجال مخافة الإرهاب والتطرف والحركات الجهادية والمتطرفة منذ تنظيم القاعدة، وأي رفع للعصا ستقوم القوات المسلحة بتفعيل هذا. أما دول الاتحاد الأفريقي حتى اللحظة متعشر فيها كثيرا، لكن أرى أنه يمكن توسيع هذه المظلة تشمل أكثر من الرؤساء الثلاثة، الرؤساء الثلاثة الرئيس الكيني عليه تحفظات أنه بدأ قبل أن يستقبل الممثل الرئيسي في السيادة استقبل ممثل الدعم السريع المتمردة، أيضا لديه حسب المعلومات بعض التحركات الاقتصاديه من احد اقربائه مع الدعم السريع، لذلك لا نثق فيه اما سيلفا كير فهو جزء من السودان، واعتقد انه ممكن يقوم بدور جيد، بالاضافه لجمهوريه مصر العربيه لديها هموم
قنوات تواصل، بالإضافة إلى التشاب الشقيقة. هذه الدول الدولتين الجارتين يضاف إليها الرئيس الجيبوتي، ليس بيننا وبينه قروض ضغط، لا نملك عليه قروض ضغط، لا نملك علينا قروض ضغط، وأيضا سلفاتية. أما الكينيا أنا أعتقد أنه هو حيكون إحدى اللقاء، ما رشع عن اللقاء تغريدة لمالك عزار نائب السيادة، كتب أنه التغى مندوب الإيجاد بحضور السفيرة السودان في جيبوتي ومندوب السيد البرهان قبل لقاء الرؤساء، وطرح عليهم أنه يجب أولا قبل الدخول في أي شيء طلبهم أنه ينظر في رفع اسم إعادة عضوية السودان إلى الاتحاد الأفريقي حتى يكون بادرة النية من طرفهم. في المجمل الشعب السوداني يعاني الأمرين، انتهاك لحريات من قبل هذه الميليشيات، انقطاع للدواء والغذاء. أيضا عندنا في غرب دارفور مدينة تسمى الجنينة، هذه المدينة حاليا ممكن أكثر من منكوبة، وبعض والي الولاية شبهها أو نائب والي الولاية شبهها بأنها هي حدث فيها ما حدث في رواندا في التسعينات. فأتمنى أن الناس توجه نداء عبركم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عبر الشباب يمكنهم الدخول إلى الجنينة وإنقاذ الأهل والجرحى في الجنينة حتى لا ننشغل بالخرطوم وغيرها، لأن السودان واحد وهذا الجسم كله لنا، ونسأل الله تعالى أنه يحفظ السودان في الجنينة وفي كل أطرافه الأخرى. بالنسبة للعمليات اليوم تحققت ما يريده الجيش، وحققت جزء كبير جدا من الطمأنينة والقناطرين. تساؤل أنه لماذا 24 ساعة هذه الهدنة، أعتقد أن هذه الهدنة هناك بعض الثغرات والأجندة اللي يعلمها الوسيطين والجيش السوداني والدعم السريع لا غير معلومة كما التزموا بها. في نفس اللحظة هناك انسحاب كبير جدا لعربات المواطنين المنبوبة إلى الطريق الغربي المتوجه إلى الحدود الغربية. أيضا هناك مجموعات بالزي البدري والعربات المنبوبة تحرك على اتجاهات مختلفة على اتجاهات الشرقية، فكأن هناك فرصة للإخناء وانسحاب بعض القيادات وبعض الأسر من الدعم السريع بتوافق تقريبا انا برا كده، والا ما كان انه يكون لا توجد اليه بالتاكيد الاليه المفروض تكون موجوده ليس من الجيش. نعم سيدي. وانما السودان به منظمات شبابيه واساتذه جامعات وقناة يمكن ان يكون هلال احمر وعدد من الناس، وايضا أطراف سلام جبا يعني. أشكرك سيدي شكرا جزيلا، ورسالتك النبيلة وصلت دون شك، ومنبرنا مفتوح لكل الدعوات الخضراء، الدعوات ذات القلب الأخضر التي هي دعوات لإغاثة المنكوبين هناك في بلدنا السودان. لدي فقط سؤال أخير للأستاذ طاهر المعتصم في استوديو النيل بالقاهرة، وباختصار أستاذ طاهر أرجوك، السوداني بطبعه قد يضطر للنزوح خارج بلاده، لكن حين تهدأ الأحوال يعود، أليس كذلك؟ مؤكد من كل السودانيين الذين قابلتهم في القاهرة أو في أسوان يتساءلون عن متى يعودون إلى الخرطوم. لا أحد يستطيع أن يبغى خارج داره، ليست هي منازل فقط، بل هي ذكريات، بل هي مدافن آباء وأمهات، بل هي روابط وعلاقات شخصية، بل هي أكثر من ذلك. لا يمكن لأحد أن يخلع من جذوره مهما كان عند دولة شقيقة أو صديقة، ولكن الجذور لا يمكن لأحد أبدا أن ينسحب منها أو أن يتركها. هناك زيجات يجب أن تتم، هناك عزاءات لم يعني المجمل الاجتماعي لدى السودانيين أستطيع أن أقول أنهم جميعا يرغبون في العودة اليوم وليس غدا، ويتساءلون متى تتوقف هذه الحرب. وحتى الذين في مدن السودان المختلفة يتساءلون عن عودة المياه فقط والكهرباء إلى منازلهم ليعودوا فقط. نعم نعم،
والله يا أستاذ طاهر، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بسلام في أقرب الآجال، لأنه هذا السلام ينعكس على كل الإقليم، ليس فقط لأننا نحبكم، لأننا أيضا نحب أنفسنا، وسلامكم هو سلامنا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طاهر المعتصم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، كما أمتن كثيرا لضيفتي الكريمة الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أما ضيفي في باريس الأستاذ إبراهيم مطر المحلل الأمني والسياسي فله مني وافر الامتنان. يصعب جدا أن نتصور مشاهدينا الكرام إنه بلد يصنع تقريبا معظم ما يستهلكه يصنعه في بلد آخر، أتحدث عن أمريكا والصين، يعني الهواتف الأمريكية مثلا تصنع في مصانع بعينها في الصين. يصعب أن نتصور أن تندلع بينهما حرب باردة، لكن العالم عودنا على انتظار العجائب وعلى تقبلها في نهاية الأمر، فهذا قد يحدث. أمريكا تصنع منتجاتها في الصين ثم تندلع بينهما حرب باردة.